سايبر دوغ 2 كلب أليم مزود بالذكاء الاصطناعي يمكنه رقص الباليه. كشفت شركة تكنولوجية صينية عن كلب آلي يمكنه أداء خطوات الباليه، حيث كانت الشركة قد طورت في وقت سابق سايبر دوغ منذ عامين للتنافس مع شركة بوستن داينامكس صاحبة الكلب الروبوتي الشهير سبوت، والآن تكشف عن نموذج محسن يدعى سايبر دوغ 2، وهو أكثر ذكاء وواقعية ويمكنه التحرك بشكل مميز. والروبوت الجديد رباعي الأرجل هو أيضا أصغر حجما وأخف وزنا من سابقه، حيث يزن 19 رطلا فقط مقارنة ب 31 رطلا في السابق، حيث يقول المهندسون إنه أصغر بنسبة 40% من الكلب الألي الأصلي للشركة. وتمكن سايبر دوغ 2 أيضا من تحسين التنقل، وهو قادر على تنفيذ سلسلة من المناورات الرائعة مثل التقلبات الخلفية وخطوات الباليه والتزلج، ويأتي مع تحكم أكثر دقة ويتميز بنظام استشعار واتخاذ القرار، فهو مزود ب 19 مستشعرا للرؤية واللمس والسمع، ويبلغ ارتفاع روبوت نحو 14 بوصة مقارنة بسايبر دوغ. وبفضل توازنه الديناميكي يجب أن يكون قادرا على منع نفسه من السقوط. كما زودت شركة سايبر دوغ 2 أيضا بذكاء اصطناعي للتعلم الذاتي وأخذ عينة من 30 ألفا من نماذج الكلاب الآلية.